I forward a letter dated on 2nd of December 2011 from the President of the Human Rights Council, transmitting the advance edited version of the addendum to the report of the Council to the General Assembly at its 66th session. This was issued letter as document A/66/53/addendum 2. Members will recall that at its second plenary meeting on 16th of September 2011, the Assembly decided to consider Agenda Item 64, entitled Report of the Human Rights Council, and plenary meeting and the Third Committee on the understanding that inter alia the Assembly and plenary meeting would consider the annual report of the Human Rights Council on its activities for the year. If there is no objection, may I take it that the Assembly decides, without setting a procedure, to consider to consider the report of the Human Rights Council on its 18th special session as contained in document A/66/53/addendum 2 directly in plenary meeting. Now I give the floor to the distinguished representative of Syria. لقد حدد قرار الجمعية العامة رقم 60/251 تاريخ 3/4/2006 والذي أنشأت بموجبه الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان. حدد هذا القرار طبيعة العلاقة بين المجلس من جهة والجمعية العامة من جهة أخرى، وبناء على ذلك تقوم اللجنة الثالثة والجمعية العامة سنوياً بمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان في إطار البند المعنون تقرير مجلس حقوق الإنسان. ووفقاً للممارسة المتبعة فإن مناقشة هذا البند تتم مرة كل سنة، أولاً في اللجنة الثالثة ثم في الجمعية العامة. ولقد جاء في منطوق الفقرة العاملة السادسة من القرار رقم 65/281 وأقتبس، وسأقرأ ذلك باللغة الإنجليزية. Operative paragraph 6, I quote, decides also to continue its practice of allocating the agenda item entitled Report of the Human Rights Council to the plenary of the General Assembly and to the Third Committee in accordance with its decision 65/503A, with the additional understanding that the President of the Council will present the report in her or his capacity as President to the plenary of the General Assembly and the Third Committee, and that the Third Committee will hold an interactive dialogue with the President of the Council at the time of her or his presentation of the report of the Council to the Third Committee." End quote. كما نصت الفقرة العاملة 7 من منطوق القرار ذاته، وأقتبس بالإنجليزية أيضا. Operative paragraph 7, I quote, decides further that the annual report of the Human Rights Council shall cover the period from October 1st to September 30th, including the regular September session of the Council, end quote.
يفهم من الفقرتين المشار إليهما آنفاً بأن كلاً من اللجنة الثالثة والجمعية العامة تقوم بمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة كل سنة، وهو تقرير يغطي فترة عمل المجلس من 21 أول أكتوبر إلى 30 أيلول سبتمبر، والمتضمن جميع القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة فقط. وبناء على ذلك فإن الدعوة لهذا الاجتماع لمناقشة التقرير الوارد في الوثيقة A/66/53/addendum 2 يشكل مخالفة واضحة لقرار الجمعية العامة رقم 65/281، إذ أن هذا التقرير كان نتيجة الدورة الاستثنائية 18 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2011، أي خارج الفترة المشار إليها آنفاً، وبالتالي وبشكل قانوني ووفقاً للأصول الإجرائية لعمل الجمعية العامة فإنه يجب أن يتم النظر في هذا التقرير خلال الدورة القادمة للجمعية العامة، أي الدورة 67 وليس الدورة 66 الحالية. بناء على ما سبق الأخ الرئيس وعلى ما ورد في الرسالة الموجهة من رئيس الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي، من أن رئيس الجمعية العامة يدعو إلى الاجتماع استناداً للتطورات الحاصلة في سوريا. هذا ما ورد في رسالتكم أخي الرئيس، استناداً للتطورات الحاصلة في سوريا ومن أجل مناقشة تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان قبل أكثر من شهرين. بناءً على ذلك يبدو واضحاً أن رئيس الجمعية العامة قد انطلق في تنظيمه لهذا الاجتماع من خلفية سياسية تبتعد كل البعد عن الممارسة المتبعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وعليه فإن وفد بلادي يعترض على عقد هذه الجلسة ويطالب بإلغائها بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة لهذا الاجتماع ولوجود خلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة. والشيء الصحيح سيكون مناقشة التقرير الوارد في الوثيقة A/66/53/addendum 2 في موعده الصحيح وفقاً للقرار 65/281، أي في الدورة القادمة 67 للجمعية العامة وليس في هذه الدورة، تماشياً مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد. السيد الرئيس، لا يمكن ونحن تحت قبة الجمعية العامة وهي المحفل الأكثر ديمقراطية في العالم، لا يمكن أن يتم التلاعب بالأصول الإجرائية بهدف تحقيق مكاسب سياسية. وأنا أناشدك أخي الرئيس أن تكون عادلاً ومنصفاً وموضوعياً، وأن لا تترك التاريخ يسجل عليك تحت رئاستك أنك قد انتهكت القواعد الإجرائية وأصول الدعوة إلى اجتماعات هامة في الجمعية العامة بطريقة تقوض مصداقية الجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة. شكراً أخي الرئيس. (تصفيق)
Members will recall that Human Rights Council held its 18th special session on 2 December 2011. The report of the Council on its special session was subsequently issued as an official document of the Assembly contained in document A/66/53/addendum 2 on 4th of January 2012. As members are also aware, the third committee concluded its work for the current session on 22nd of November. In this regard, in order to provide member states with an opportunity to consider the report of the Human Rights Council on its 18th special session, it is necessary for the Assembly to decide to consider the item directly in a plenary meeting. It is my intention to proceed in this manner. May I take it that the Assembly decided, without setting a precedent, to consider the report of the Human Rights Council on its 18th special session as contained in document A/66/53/addendum 2 directly in plenary meeting. I give the floor to the distinguished representative of Syria. Point of order. شكراً أخي الرئيس مرة ثانية وأعتذر عن طلب الكلمة في نقطة نظام. أخي الرئيس، مع كل الاحترام لرأيك وأنت تجلس فوق منصة الرئاسة، رئاسة الجمعية العامة التي انتخبناك لها، مع كل الاحترام لذلك، فإن وفد بلادي لا يرى وجاهة في الحكم الذي أطلقته للتو. لقد تحدث وفد بلادي سيد الرئيس في نقاط جوهرية للغاية، مستنداً إلى القواعد والأصول الإجرائية لعمل الجمعية العامة، ولا يمكن اختصار اعتراضنا الجوهري على المخالفات الواردة في الأصول الإجرائية بمجرد كلمة تنقض اعتراضنا هذا. ولذلك، وقبل الشروع في مناقشة أي شيء، أرجو أن نحظى برأي قانوني مستقل غير مرتبط بالرئاسة، المستشار القانوني للأمم المتحدة، وأن نعطي الفرصة أيضاً لوفود الدول الأعضاء كي تدلي بدلوها في هذا المجال، وإلا فإننا سنكون أمام تحديات ستردد أصداءها السلبية تلك القاعة إلى سنوات قادمة لا سمح الله. شكراً أخي الرئيس.
If the representative of Syria wishes to formally have just made formally challenge under Rule 71 of the Rules of Procedures, the ruling which I have just made, that representative must clearly inform the General Assembly that it is his intention to do so. A representative may appeal against the ruling of the President. The appeal shall be immediately put to the vote, and the President's ruling shall stand unless overruled by a majority of the members present and voting. A representative rising to a point of order may not speak on the substance of the matter under discussion. I would like to ask the representative of Syria if he is challenging the president under Rule 71 of the rules. شكراً. إن وفد بلادي اعترض على جملة الأسس غير القانونية التي تم على أساسها دعوة الجمعية العامة للانعقاد اليوم، ولم نعترض فقط على مضمون المادة 71، ولذلك اقترحت أخي الرئيس أن نحظى برأي قانوني مستقل عن رئاسة الجمعية العامة، دفعاً لشبهة التحيز، كما طلبت أيضاً أن نعطي الفرصة للدول الأعضاء كي توضح رأيها بما يجري. نحن لم نطلب وضع شيء على التصويت، نحن نتحدث عن الإجراءات والقواعد الناظمة لعمل الجمعية العامة، ونريدك أخي الرئيس أن تنأى بنفسك عن الحكم على مدى وجاهة عقد هذه الجلسة من عدمها. هذا هو فحوى موقفنا. شكراً سيد الرئيس. May I take it that the Assembly decides, without setting a precedent, to consider the report of the Human Rights Council on its 18th special session as contained in Document A/66/53/Addendum 2 directly in plenary meeting? I hear no objection
I give the floor to the distinguished representative of Islamic Republic of Iran in a point of order. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we are in the General Assembly. According to the letter that we received just in Friday or Thursday evening for convening these meetings. Mr. President, I should say that your letter dated 9th February 2012, which was circulated to all permanent representatives and wherein your intention to convene these formal meetings of the General Assembly under Agenda Item 64 entitled Reports of the Human Rights Council. We wish that prior consultations have been held with multilateral groupings or even the General Committee wherein my delegation is a member. Before the announcement of holding this meeting, Mr. President, even under extraordinary circumstances, where an urgent formal GA meeting is required, still this should be done through the established procedures, and there is no justification, a shortcut of the normal and practical process for the preparation of such a meeting. This would set a precedent and would open the door for any situation be brought to this August Assembly without having a specific mandate and without going through proper channels and conducting necessary consultations in a neutral, transparent, and genuine manner as required in conducting the work of this Assembly. Mr. President, the distinguished permanent representative of Syria raised very valid point in regard with the procedural matters. Your Excellency, as a skillful and experienced diplomats, now presiding this very important meeting, Mr. President, it is therefore very, very important before taking any action, please, as asked by the permanent ambassador of Syria, to ask the legal opinion and somebody from the Secretariat from Legal Department explain very clearly about the procedures of this matter before taking any action, Mr. President. I thank you. Representative raising to a point of order may not speak on substance of the matter under discussions. I now give the floor to the distinguished representative of DBRK. Thank you, Mr. President, for giving me floor. So first of all, my delegation expressed deep concern with the abnormal convening of this General Assembly. So I'd like to express that is the concern, and I'd like to clarify our position on the agenda item, the report of the Security Council, this one. So, with reference to the agenda item report of the Human Rights Council, I'd like to remind that the resolution which was adopted last year at the third committee. According to that, the resolutions, the containing documents, resolution /565/281, the annual the report of the Human Rights Council shall cover period from 1st October to the next year, 30 September. This means the session for consideration of the report of the Human Rights Council can be convened once a year, not every time, not any date. So I'd like to respect this the resolution concerning this agenda item. Also, the remark made by Ambassador
Syrian Arab Republic is very valuable and adhere to rule of procedures. I thank you. The representative of Syria has confirmed that he is challenging the president's ruling. Rule 71 is applicable on this case. I shall read from the relevant part of Rule 71. A representative may appeal against the ruling of the president. The appeal shall be immediately put to the vote, and the president's ruling shall stand unless overruled by a majority of the members present and voting. A representative rising to a point of order may not speak on the substance of the matter under discussion. Thus, I shall now put to the vote the appeal that is the challenge against the president's ruling. May I point out that those who vote representative of Syria, you have the floor. Sayyid al-Rais, إن اعتراضي على دعوتكم الجمعية العامة للانعقاد اليوم هو اعتراض جوهري مبني على حيثيات قرار الجمعية العامة نفسه رقم 65 على 281. والمطلوب هو معالجة الخلل القائم في توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة نفسها ورقمه 65 على 281. بمعنى آخر سيدي الرئيس، هو أنك إذا أصررت على طرح الموضوع، طرح الاعتراض على التصويت، فهذا يعني أنك تعترض على القرار رقم 65 على 281 أيضاً، وهو قرار اعتمد بتوافق الآراء، الأمر الذي سيزيد الخلل خللاً ويشكل فضيحة لا سابقة لها في هذه المنظمة. لا يمكن أن نطرح على التصويت مضمون قرار سبق وأن اعتمدته الجمعية العامة. الالتفاف على الاعتراض الإجرائي لن يوصلنا إلى بر الأمان. نحن لا نتحدى سلطتك، ولكن نلفت عنايتك إلى أن هناك خلل كبير سيصيب مصداقية عمل الجمعية العامة وسيسجل في سجلاتها، وسيكون هناك من يطعن بعد اليوم بوجاهة ومضمون وصحة قرار الجمعية العامة رقم 65 على 281. أرجو أن نولي هذه التفاصيل الأهمية اللازمة أخي الرئيس، وأن لا نصر
على المضي بإجراء أحادي لم أطلبه. أنا لم أطلب وضع شيء على التصويت. أنا طلبت معالجة الخلل الجوهري في القواعد والأصول الإجرائية الناظمة لعقد هذه الجلسة. دعونا نركز على جوهر الاعتراض بدلاً من الالتفاف عليه. شكراً أخي الرئيس. May I take it that the Assembly decides without setting a precedent to consider the report of the Human Rights Council on its 18th special session as contained in document A/66/53/Addendum 2 directly in plenary meeting. It's so decided. The